دكتور هشام، احنا عندنا ازمه اصلا في النوم على كل الاعمار، وده غريب جدا. ولو حضرتك تفيدنا ايه السبب، لان احنا لحد دلوقتي مش فاهمين فعلا. الناس ما بقتش تنام بوقت كافي او براحه زي زمان، يعني مفيش حد اعرفه تقريبا بينام كويس، ففي حاجه غلط الا انا، يعني انا بنام كتير جدا. لو نفتكر زمان كان التلفزيون بيقفل كام؟ الساعه 11 12 تلاقي التلفزيون مفيش اي حاجه، فانت مفيش اي وسائل بتعملها غير انك بتدخل تنام. الوقت الدنيا بقت الحياه سريعه، التلفزيون شغال 24 ساعة، وتوتر الموبايلات والسوشيال ميديا، لحد ما ممكن يكون في ضغط، في توتر، في حاجة، الحاجات دي بتأثر بشكل كبير. هو قلة النوم وعدم تنظيمها في فترة مسائية يعمل توتر وضغط نفسي. يعني ده بيجيب ده أصلا لأن هو بيعمل لك لخبطة في الهرمونز، فبتخلي أصلا أكلك مش مظبوط وكمان نومك مش مظبوط، فبتلاقي الحياة السريعة كمان بتعمل لك ستريس نفسي، فالهرمونات بيحصل فيها لخبطة، يحصل بقى المشاكل اللي احنا بنلاقيها بعد سن الـ40.